عارفين يا جماعة، أنا يعني مناسبة سؤال أحمد والماتش يخلص، يعني أنا لو كان ينفع نلعب أوبن تايم لحد الماتش اللي جاي ما كنتش هزهق. يعني نعدي بقى ماتش الكاس وماتش الدوري، نفضل مكملين ماتش امبارح ده. حبة حلوين امبارح يا جماعة، وتحت أنظار آخر بروفيسورات كرة القدم مستر فيريرا اللي غاب عن أرض الملعب طبعا، لكن أداء وأسلوب ومتعة الزمالك ما غابتش. الفارس بيخطو خطوة جديدة ثمينة نحو الاحتفاظ باللقب، بيتجاوز بقى طبعا عقبة المقصة بنتيجة هي الأكبر السنة دي 5-0، كانت ممكن تزيد كمان على فكرة. لكن الأجمل بقى من النتيجة يا جماعة كانت إيه؟ كانت حاجة تانية خالص. حد هيقول لي يا ستي هو في أهم من فريق كسبان 5-0 وفضله على الدوري تكتين أي ماتشين؟ هقول لك آه. إيه بقى الأحلى والأجمل والأمتع من كل ده؟ هي القناعة. الزمالك مقنع، الزمالك ممتع ومصمم، عارف هدفه، رايح له بكل قوته، هو مش بيهزر، لا ناوي ان هو يكسل، ومش بيلعب بس على فكره عشان خاطر يمتع جمهوره ومحبيه، لا احنا عدينا بقى المرحله دي، ده بقى بيلعب في المقام الاول دلوقتي عشان يمتع نفسه هو ولاعيبته اللي بقوا مش بس بيكسبوا، لا دول حرفيا حولوا الموسم لدروس في كيفيه انك تبقى قاعد بتتفرج على كره قدم وانت مستمتع. صدقوني يعني لو عايزين تعرفوا ليه بنحب الكوره، ليه هنا الكوره في شعبنا دي هي اللعبه الشعبيه واللعبه الاولى بالنسبه لنا، الاجابه عندي. اتفرجوا على الزمالك دلوقتي يا جماعه، هتلاقوا فعلا ليه كره القدم هي اللعبه الشعبيه لينا وبنحب نتفرج عليها. الزمالك امبارح يا نيرفانا قدم كده باكج متكامله، عارفه كده لما تروحي مثلا مطعم ويقول لك عندنا عرض الكومبو، اكل بقى والذي منه وعصير والحاجات دي كلها. ده كان الزمالك امبارح قدم لنا وقدم لجماهيره وجبه متكامله من كره القدم، وكل الجماهير اللي حضرت في مدرجات استاد القاهره امبارح، كل الجماهير اللي بتحب الكره بصرف النظر عن انتمائها، عرض كروي، وجبه كرويه في فنون الساحره المستديره. يعني ايه؟ يعني كوره تلاقي، اداء تلاقي، اهداف تلاقي، اسيستات متبادله عندنا، كل ده هتلاقي، كمان هاتريك، هاتريك هتلاقي، وتشوف زيزو، وزيزو ده قصه لوحده وعاوز له حلقه كامله كده نتكلم فيها عن احمد سيد زيزو. عارفين بهاء سلطان كده لما قال تعالى دلعك؟ احنا ممكن نشيل وش بهاء كده ونحط وش البروفيسير. امبارح هو قاعد كده في المدرجات وبيدي التعليمات وبكل ثقه وجديه، ولكنك متقدم 3 ولا 4 ولا 5، والله التحول اللي بيصنعه الزمالك في الموسم التاريخي ده عمره ما هيتنسي ابدا ولا هيتمحي من ذكريات كل جماهيره. لازم التحول ده يتدرس في كتيبات كرة القدم ويبقى عنوانه كده، كيف تحول الموسم من الأسوأ إلى الأفضل، والباقي كله يشوف الكتاب ده ويقراه ويتعلم. فعلا هو اللي بيحصل دلوقتي، يتعلم فعلا ويتم تدريسه في جميع الاتجاهات الحقيقة، في ظروف صعبة احنا كنا متحملينها ولحد دلوقتي متحملينها، بس ملناش دعوة بأي حاجة، ماشيين بسرعة الصاروخ. يعني أنا حتى وأنا بتكلم دلوقتي وأحمد كمان بيتكلم، يعني بفكر طب أنا هتكلم عن مين؟ أبتدي بمين طيب ولا مين؟ من نجوم كمان الخماسية بتوع امبارح، يعني أبتدي بالبروفيسور مستر فيريرا، المايسترو، المعلم الكروي في مدرسة الفن والهندسة اللي شقلب الموسم حرفيا، ولا زيزو اللي بقينا بندور على ألقاب تليق بيه؟ يعني ممكن مثلا نقول آه عليه إيه يا جماعة؟ ماكينة إنتاج أهداف، نقول عليه روبوت، دي تبقى مثلا النيك نيم بتاعت زيزو الفترة اللي جاية. يعني محتارين نقول عليه مستر أسيست صاحب ال 12 صناعة، ولا الهداف صاحب ال 19 جول اللي فاضله هدفين بس من معانقة التاريخ، ويبقى أكتر لاعب سجل أهداف بقميص نادي الزمالك في موسم واحد. طب هتكلم عن الجزيري هداف كل العرب، لأنه هداف كأس العرب اللي اتلعبت في قطر في نهاية السنة اللي فاتت، دلوقتي هو هداف كل العرب حرفيا عبر تاريخ الدوري المصري، طبعا ده بعد ما كسر رقم اليمني علي محسن نجم برضو الزمالك السابق واللي سبق وسجل 35، لكن ابننا بقى سجل 36. عايز أقول سيف يا جماعة، استمرارية وتألق غير اعتيادي، نسخة جبارة بنشوفها لأول مرة من سيف تحت قيادة البروفيسور. يعني في اخر 9 ماتشات يا جماعه، خليني اقول لكم كده احصائيات بقى كمان على الورق،
حسين بيسجل 8 اهداف من اصل 9 ليه في الدوري السنه دي. انتوا متصورين اللي احنا بنتكلم فيه؟ متصورين مدى الانفجار اللي حصل للنجم التونسي مع فيريرا؟ في ناس كتيره قوي قوي بقى احنا عايزين نتكلم عليها، بس بالذات رباط احمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري المتالق فعلا، احسن نسخه لسيف الدين الجزيري. حتى كنا بنقول فين نسخه تونس؟ لا 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 لا، ولا اي نسخه، دي نسخه لينا احنا حصريه لنادي الزمالك بجد. فعلا احنا مش عارفين نتكلم عن مين ولا مين، بس عاوز اقول في الاول كده ان الزمالك كمنظومه بقى بجد اصبح الاقوى في مصر، مش بس الفريق اللي بيكسب وخلاص، سواء بقى وهو حلو او اداؤه حلو او اداؤه مش حلو، لا بيكسب وبيقنع زي ما قالت نيرفانا كده. الزمالك دلوقتي مش الاول بالنتيجه او بسياسه مثلا اخطف واجري زي ما بعض المغرضين كانوا عاوزين يقولوا على الفريق كده، لكنه هو الاول وهيبقى البطل بكل حاجه، اكتر نقاط، افضل نتائج، اكبر استمراريه في سلسله انتصارات، تعادل وحيد في اخر 11 مباراه و10 فوز، اقوى هجوم، امتع كوره، هداف الدوري من عندك، اكتر صانع للاهداف من عندك، افضل حارس مرمى عندك، افضل مهاجم عندك، افضل مدرب طبعا عندك، كل حاجه حرفيا عندك. والاجمل والاهم والافضل وسر التفوق ده هي الروح اللي مش عند اي حد غيرنا. احنا الفريق الافضل فنيا، احنا الفريق الوحيد اللي بسم الله ما شاء الله لسه واقف على رجليه بدنيا لحد الامطار الاخيره في الموسم الماراثوني الكبير ده. وهنا لازم نشيد بدور الجهاز المعاون او الطاقم البدني بالتحديد بقياده مدرب الاحمال اندريا فيليب سوزا، بس كمان احنا الفريق اللي عنده الدوافع الاكبر والرغبه الاعلى. فاكرين لما كنا بنقول لكم ساعه الماتشات الصعبه سواء نهائي الكاس او ماتش بيراميدز ان ربما السكواد بتاعك على الورق ما يكونش هو الافضل، لكن انت اللي عندك رغبه اكتر، انت اللي عندك دوافع اكبر. عايز اشيد كمان بشيكابالا، زي ما اتكلمنا على اللعيبه، شيكابالا اللي كلام كتير اتقال عليه قبل المباراه وهو فضل قافل على الفرقه، فضل كابتن بره الملعب وجوه الملعب، وفضل محافظ على الفرقه وبيخش المباراه بعد سيل من الكلام السلبي الكتير جدا على السوشيال ميديا، لم يلتفت اليه ومكمل ومستمر مع الفريق، محاوط الفريق زي المعتاد من بدايه الموسم وبتكسب 5-0 في مباراه كان كله عايز الزمالك يخسر اي نقط من نقاط المباراه. تحيه واجبه لمجلس الاداره بقيادة المستشار مرتضى منصور اللي أتى بفريرة، فده نجاح للإدارة، هو اللي قال إن الزمالك لازم يحافظ على استقراره وعلى شخصيته، وأي لاعب هيحس إن هو نادي الزمالك من غيره ممكن مستواه يقل، لا شكرا، شكرا لكل اللعيبة اللي وقت ما شالوا الزمالك كنا شايلينهم على راسنا، شكرا طارق حامد، أبو جبل، طبعا شكر واجب لبن شرقي ونجم اللي خرجوا من الباب الكبير، لعيبه كملوا للنهايه، دول يستحقوا كل التحيه وكل التقدير. فمجلس الاداره اللي بيحاوط اللعيبه، بيحاوط الجهاز الفني، بيدعم الجهاز الفني في كل قراراته، موفر له كل وسائل وسبل الدعم، يستحق مننا كل التحيه، ومش مننا بس عشان في قناه الزمالك، يستحق من كل الناس في كل القنوات الإشادة والتحية. مبروك لجمهورنا العظيم، مكسب مستحق، وعقبال بإذن الله ما نبارك لبعض على الدوري اللي احنا في الحقيقة نستحقه، ونحافظ كمان على لقب الموسم الثاني ويبقى الدوري الثاني على التوالي.